السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض في كورس أساسيات الأوتوكاد للناطقين باللغة العربية، وزي ما احنا متعودين ان احنا دايما بنشتغل على تطبيقات، فالتطبيق النهاردة هنستخدم أمر كوبي. ممكن نخش مع أمر موف. كنا بنتكلم عن الناس اللي شغالة في مجال الشيت ميتال، والناس برضو اللي شغالة في مجال الخشب. أي حد بيستخدم موضوع النستنج وعايز يعمل نستنج يدوي، احنا بنتكلم في نستنج يدوي مش بالبرنامج، مش ببرامج نستنج. وليكن بيبقى عندي مقاس الشيت 2440 ملي، 1220 ملي، أو 3000، وفي 3000 في 1500، اللي هو 3 متر في متر ونص، واتنين متر في متر، و2440 في 1220 ملي. أول حاجة ببتدي أرسم، هستخدم أمر ريكتانجل، هرسم ريكتانجل عادي، أرسم الشيت بتاعي، وليكن الشيت بتاعي 2000 في 1000. ده مقاس الشيت بتاعي اللي انا هبتدي اعمل نيستنج فيه. في بعض الناس بتبتدي ما تشتغلش على الحرف بتاع الشيت ده، في ناس بتستخدم الاطراف بتاعة الشيت. فممكن مثلا ان انا بحتاج اطهر الشيت، يعني بمعنى ايه اطهره؟ ان انا ابعد عن الشيت بمقدار 10 متر. انا مثلا هعمل اوفست 10 متر، او اوفست 10 مللي الجو. بس انا مش عايز كده، انا عايز اعمل اللاين ده كله شكل على بعضه. طب انا لو عايز اخلي ده خط لوحده وده خط لوحده وده خط لوحده، بستخدم امر اكسبلود. اكسبلود يعني اعلم على الشكل واضغط اكس اكسبلود انتر. بص اللي اتغير بقى، ده لوحده وده لوحده وده لوحده. انا هعمل دلوقتي او اوفست 10 ملي انتر لده ولده ولده، تمام كده. ده الاريا اللي انا هشتغل عليها. طيب بيبقى في ناحية البنش بيبقى ماسك من هنا، الكلامبال بتاعة البنش، ماكينة البنش بتبقى في الناحية دي. فمثلا انا بسيب 80 ملي، ده المسافة اللي البنش هيبقى ماسك عليها. او انتر 80 ملي. كده دي المنطقة اللي هي دي، دي هي المنطقة الفعلية اللي انا هشتغل عليها. ديت هي المنطقة الفعلية اللي أنا هشتغل عليها. هي المنطقة دي. طيب تمام. هنا زي ما قلنا الكامبات بتاعت البنش بتاعي، قلنا إن أنا ممكن مطهر أو مطهرش الجناح على حسب المكان وعلى حسب نوع الصاج اللي انا بشتغل عليه، وكل مكان له استراتيجياته. في مكان تاني بيحتاج، لو انت شغال على روتر خشب، هتعمل كلامبات من جميع الجناف، فانت هتحتاج اوفست من هنا 80 برضه، ومن هنا 80. فهتكون هي دي المساحة الفعلية اللي انت شغال عليها. ده كله مش هيفرق معانا في حاجة، بس احنا بنتكلم على فنيات التشغيل. طيب الكلام ده كويس. لو انا شغال
على مكنة بانش أو على مكنة ليزر أو على مكنة روتر، إيه الفرق في النستنج وإيه اللي بيحكم عملية النستنج؟ ده سؤال كنت اتسألته قبل كده. اللي بيحكم هو العملية التشغيلية اللي أنت شغال عليها. يعني وليكن لو أنت شغال على ماكينة بانش، هيبقى مثلا أقل بانش مستطيل عندك تقريبا 105 مللي، فأنت مش هينفع تقص أقل من 5 مللي، فأنت أي جزء هتحطه وتحط فاصل بينه وبين الجزء التاني هيبقى 5 مللي. طيب لو أنا شغال ليزر، الليزر ممكن محتاجش إلا 1 مللي. طب لو أنا شغال روتر، على حسب كتر العد. فالنستنج أنت زي ما أنت بتشتغل. طيب في بعض الفنيات محتاجين نتعلمها مع بعض، إحنا أصلا واخدين الموضوع ده كله عشان نعمل أمر كوبي. في كذا طريقة للكوبي. بص لو انت لاحظت هتلاقي ان كل جزء لوحده. يعني لو انا عملت كده كوبي، اختار النقطة دي، بقى نفس الجزء. طيب في طريقة تانية، ان انا اعمل كنترول سي زي ما اكون بنسخ ملف بالظبط، وراح اعمل كنترول في، نفس الفكرة. بس ميزة كنترول سي إن هي بتقدر تنسخ في ملف تاني، يعني بنسخ الملف أو أنسخ صورة في قلب الأوتوكاد، ده كنترول سي. في نوع تالت وهو كنترول سي، إن أنا بنسخ عادي كنترول سي في نفس الملف، كنترول سي بعمل شيفت كنترول في، شيفت كنترول في. ميزة ده إن هو بيعمل جروب للجزء اللي انا عامله، وده هتبقى حاجه مميزه قوي. بمعنى وليكن انا عايز اعمل نيستنج للجسم ده، فانا لو عملت ده كده بقى اوبجكت. انا لو عملت مثلا كده كده، اشوف لما مثلا اعمل هنا واعمل ديليت، عرف ان انا عملت مسحت 4 اجزاء. فال4 اجزاء دوت حاجه هتنفعني قوي في موضوع النستنج لما اشتغل، لو انا عايز اعرف عدد الاجزاء اللي في قلب الشيت، بدل ما اقعد اعد. حاجه تانية هي مهمه، ان انا لما باجي اعمل سيلكت مش هنسى حاجه في قلب الشكل، مش هنسى مثلا دايره ممكن غصب عني وانا بعلم لو شكله معقد انسى حاجه. انما لما انا اروح اعمل سيلكت الشكل كله واروح اعمل كنترول سي وشفت كنترول في، فانا خدت الشكل بكل تفاصيله، ومش بقى جروب واحد، بقى هو عبارة عن جزء واحد، صعب ان يبقى فيه غلط. وليكن هو ده الجزء اللي انا محتاج اعمل له نيستنج، سي او كوبي، اعمل له كوبي من الكورنر ده اجيبه في الكورنر ده. دلوقتي هعتبر نفسي شغال على بانش، وهسيب مسافة 5 مللي بين الجزء والتاني. انا اعمل سي او كوبي، واجي هنا كده واخرج بالماوس، اول ما الاقي الخط الاصفر ده ظهر اكتب المسافة اللي انا عايزها، 5 مللي. عايز 5 مللي من هنا، مش هقدر اجيب الشكل ده هنا. سي او كوبي، ابتدي انزل، اول ما الاقي الخط الاصفر اكتب المسافة 5 مللي. ممكن انا في الحالة دي من فنيات البانشنج، يعني لو انا مش هعمل تطهير للجزء ده من فوق، فانا ممكن اعمل حاجة اريح نفسي، بدل ما انزل نفسي هنا ال 80 مللي، ممكن اطلع لو المسافة دي انا مش هستغلها، لو انا عملت دي ال اي بحسب 44 مللي، مش هستفاد منهم بحاجة. اروح اعمل ايه بقى؟ اروح اعمل سيلكت ده كله، واروح اعمل موف، ام موف، ام موف، اروح مطلع الجزء بتاع الفوق. انا استفدت بالمسافة دي كلها، وفي نفس الوقت بقى عملية الكامبنج بتاعتي بقت مرتاحة. وممكن بعد كده
استغل الجزء ده في مشروع تاني، في شغل تاني، حوالي 124، يعني نقول حوالي 120 ملي، لان احنا هناخد منه قطع. لو انا عملت ديليت، انا عرفت ان الشيت خد 15 حبة من دول او 15 قطعة. كنترول زد يعني ارجع خطوة لورا. تعالى نعمل نيستنج لمجموعة أجزاء كده ونفكر مع بعض. وليكن المرة ده يشتغل على شيت 3 متر، متر ونص. طبعا ده المقاسات الستاندر اللي موجودة في السوق. في مصانع تانية بتتباع عندها الإمكانية إن هي تعمل استعداد للفة الصاج وتقطع الصاج زي ما هي عايزة عشان ما يبقاش عنده نسبة إهدار، زي ما اتفقنا عشان ما ننساش هول ولا اي حاجة مع الكوبي والكلام من ده. انا بستخدم ان انا بعمل اي جزء بعمل له كنترول سي في نفس الشيت، بعد كده بعمل له شيفت كنترول في علشان يبقى كله عبارة عن كتلة واحدة. ابتدي اعمل النستنج او الكوبي، ابتدي من الكورنر هنا واخلي الناحية التانية الكلامبنج بتاعي، وليكن عايز 5 اجزاء في اللوحة من الجزء ده. ده لو هي لوحة كهرباء او من ليستنج لأيا كان، يعني 5 مللي سي او كوبي، 5 مللي، 1 2 3 4. ومحتاج من الجزء ده اعمل له برضو كنترول سي واعمل له شيفت كنترول في، ده اعمل له موف او كوبي ام، يعني موف. انا محتاج الجزء ده هنا، موف. لو انا شلت القرص كده هيتحرك بالجزء زي ما انا عايز. سيلكترو ام انتر. القواعد اللي بتطبق على كوبي هي نفس اللي بتطبق على موف. همشي شوية لبره كده، اكتب 5 مللي، شغل الكرسي عشان ما يتحركش مني، اروح اعمل كوبي وليكن ده انا عايز منه 10. ممكن بدل ما اكتب 5 مللي، انا كده كده المسافة من هنا لهنا 5 مللي، فانا اختار على النقطة دي واطلع وارجع. انا مش عندي تارجت بعمله، كل الفكرة ان انا بعلمك ازاي تستغل الاوامر. وليكن عندي الرسمة دي، كنترول سي شيفت كنترول في، موف النقطة دي، احط بس كده في قلب الشيت وافكر انا هعمل فيه. دايما في موضوع البانشينج، يعني ما تحاولش تخنق البانش بتاعك، يعني وليكن ده عدل، انا اخلي العدل يجي هنا ويجي هنا واخلي الشكل ده لبره ناحية الكلام. فانا مثلا عايز ادور الشكل ده اعمل له مثلا روتيت، واخلي التقطيع ده جنب التقطيع ده، يعني وليكن كده. او كده انت بتعدل الشكل بحيث ان انت تقلل معدل الخسائر في الشيت. طبعا 5 مللي، خمسة مللي، موف، كوبي 5 مللي،
اي هعمل ميرور، عايز اشوف الشكل ده هيجي الناحية التانية ولا لأ. ام اي انتر، ابتدي اعمل موف. قلنا المسافة 5 مللي. الفكرة بقى لما انا عملت كده ان انا خليت البانش كبير هنا يقدر يتحرك، هي دي الفكرة. لازم لو انت شغال في مجال البانشنج لازم تحافظ على العدة بتاعتك، ما تخنقش العدة. حتى لو انت شغال على فريزة او اي معدة دايما بنحاول ان احنا نريح المعدة. بقى معايا 109، انا كنت محتاج 80 مللي بس الكلامبنج بتاعي. لسه عندي المساحة دي فاضية وعندي المساحة دي فاضية، أو ممكن أفكر إن أنا أحط بعض الأجزاء اللي أنا محتاجها في الشغل بتاعي، وليكن الجزء ده. أعمل كنترول سي، شيفت كنترول في. موف موف خمسة مللي. ده كده المسافة دي 5 مللي، فناخد من النقطة دي. مش هقدر أحط حاجة تاني هنا، مفيش عندي أي حاجة رفيعة إن أنا أقدر أحطها في المساحة دي. الميزة في اللي يعني أكتر واحد بيقدر يعمل نيستنج كويس أوي هو اللي يقلل من قيمة السكراب وفي نفس الوقت يريح العدة، بمعنى العدة ما بيبقاش فيها تغيرات كتير أوي والعدة تروح وتيجي والكلام من ده. لو هتلاحظ إن أنا كده بقلل في وقت التشغيل، العدة هتمشي على الأخرام في خط واحد وهكذا، هنا مش هيبقى عندي تغييرات كتير أوي في قلب العدة. من ضمن الحاجات اللي بتحتاج لها أوي في موضوع النستنج في البانشنج، انت بيبقى عندك برج بيبقى محطوط فيه العدة، أو مش عارف هما بيسموه ايه في مجال البانشنج، بيبقى عبارة عن ستيشن A و B و C و D أو على حسب العدة. انت دايما لما تيجي تعمل نيستنج تخلي بالك قوي من العدد الكبيرة، مثلا بيبقى فيه محطتين أو 3 محطات حسب الماكينة، فانت تخلي بالك وانت بتعمل نيستنج المشروع بتاعك ان ما يبقاش فيه اكتر من 3 محطات للعدة الكبيرة. ودايما لما تيجي تبرمج الماكينة تخلي بالك من الستيشن وتركز قوي مع المشغل واختيارك للعدة، وتبقى دايما عارف العدة دي موجودة في اي ستيشن. ده فيما يخص مجال البنش. تقريبا موضوع الكوبي كده بنستخدمه هو والموف في كل حاجة. الاختصارات سي او كوبي، سي او كوبي، ام موف، سي او كوبي، ام موف. مراجعة بسيطة خالص، ام موف بنقل من النقطة اللي أنا عايزها، سي او كوبي بطلع لو كده 5 مللي. بقت المسافة من هنا لهنا هي ال5 مللي. أتمنى إن الكورس يكون فاتكو يعني الحلقة دي وتكملة الكورس، ويا ريت لو في أسئلة منتظر الأسئلة منكم. طبعا لو انت شغال في مجال الليزر، الليزر بيقطع، ممكن المسافة الجاب ده يبقى 1 مللي، وما بقاش في عندك اختيار للعدة، لأن انت العدة هي عدة واحدة هي الليزر بيبتدي يقطع الشكل.
سواء ميتال أو نون ميتال. يلا مع السلامة.